السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليكوا يا شباب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم وأن يكتب لكم ولنا العافية أجمعين يا رب العالمين. النهاردة مع بعض في المحاضرة الخامسة من مقرر القانون التجاري، الفرقة الثانية، انتساب مجموعة 3 ومجموعة 4. وقفنا المحاضرة اللي فاتت عند أشكال الشركات المختلطة وبعض أحكامها، كنا خلصنا أشكال الشركات الأشخاص وبعض أحكامها، وعرفنا إن هم 3 أشكال: تضامن، توصية بسيطة، محصة، وعرفنا أحكام هذه الشركات الثلاثة، ودخلنا على شكل شركات الأموال وبعض أحكامها، وعرفنا أن النموذج المثالي لهذا الشكل هو شركة المساهمة، وعرفنا بعض أحكامها. وقفنا مع بعض عن أشكال الشركات المختلطة وبعض أحكامها. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض باقي هذه الأحكام، وعنصر تاني تكوين الشركة والأركان الموضوعية العامة اللازمة لتكوين عقد الشركة. بإذن عناصر المحاضرة: 1، أشكال الشركات المختلطة وبعض أحكامها. 2، تكوين الشركة. 3، الأركان الموضوعية العامة اللازمة لتكوين عقد الشركة. نيجي للعنصر الأولاني من عناصر المحاضرة، وهو أشكال الشركات المختلطة وبعض أحكامها. واضح جدا أمام حضراتكم على الشاشة أن هذه الأشكال 3: 1، شركة التوصية بالأسهم. 2، الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 3، شركة الشخص الواحد. نيجي لبعض أحكام شركة التوصية بالأسهم. تتمثل أحكام شركة التوصية بالأسهم فيما يأتي: 1، يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر، كما يتكون رأس مالها أيضا من أسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر. يبقى إذن رأس المال حصص وأسهم، الحصص للشريك المتضامن والأسهم للمساهم. 2، يمكن تداول هذه الحصص وهذه الأسهم على الوجه المبين في القانون. 3، تقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن ديون الشركة، برافو عليك، إلا في حدود الأسهم التي اكتتب فيها. 4، الشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم يأخذ نفس المركز القانوني للشريك في شركة التضامن والشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة. 5، يكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها. يكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها، كما يجوز أيضا أن تتخذ اسم أحد الشركاء أو أحد الشركاء المتضامنين عنوانا لها، لكن ضرورة بيان على عدم الخلط مع شركة التضامن أو شركة توصية بسيطة، ضرورة بيان أن هذه الشركة شركة توصية بالأسهم، مع ضرورة بيان أن هذه الشركة شركة توصية بالأسهم. نيجي للشركات ذات المسؤولية المحدودة. نيجي للشكل الثاني من أشكال الشركات المختلطة، وهو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. بعض أحكام هذه الشركة تتمثل فيما يأتي: 1، هذه الشركة هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تتكون عن طريق الاكتتاب الموجه للجمهور، لا يجوز بحال من الأحوال أن يتم تكوين رأس مالها أو تجميع رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام الموجه للجمهور. 2، يقسم رأس مالها إلى حصص
يقسم رأس مالها إلى حصص يمكن التنازل عنها للغير بقيود. ثلاثة، يسأل الشريك عن سداد ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن سداد ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. أربعة، لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول. لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول. خمسة، يكون انتقال الحصص فيها خاضعا لاسترداد الشركاء. يكون انتقال الحصص فيها خاضع لاسترداد الشركاء طبقا للشروط التي نص عليها عقد الشركة فضلا عن الشروط المنصوص عليها في القانون. ستة، لها أن تتخذ اسما خاصا. ستة، لها أن تتخذ اسما خاصا، ويجوز أن يستمد اسمها من غرضها. ويجوز أن يستمد اسمها من غرضها. ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر. في هذه الأحوال لا بد من كتابة شركة ذات مسؤولية محدودة شين ذال ميم ميم، شركة ذات مسؤولية محدودة. آخر حكم، هي الشركة الوحيدة التي وضع لها القانون حد أقصى لعدد الشركاء. الشركة الوحيدة التي وضع القانون لها حد أقصى لعدد الشركاء هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهو لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها عن 50. وهو لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريك. نيجي لشركة الشخص الواحد. نيجي لشركة الشخص الواحد. قلت لحضراتكم قبل كده أن هذه الشركة تم إدخالها في القانون رقم 159 سنة 1981 بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 2018 بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 2018. أحكامها بقى، أحكام هذه الشركة. واحد، شركة الشخص الواحد تعد خروجا على مبدأ الذمة المالية للشخص. شركة الشخص الواحد هي تعد خروجا على وحدة الذمة المالية للشخص. اثنين، رأس مالها يمتلكها بالكامل شخص واحد سواء كان شخص طبيعي أو شخص اعتبار. ثلاثة، لا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها. إلا في حدود رأس المال المخصص لها، فهي شركة محدودة المسؤولية مع مراعاة الأحوال التي يجوز أن يسأل فيها مؤسس شركة الشخص الواحد مسؤولية شخصية وغير محدودة. مسؤولية شخصية غير محدودة. أربعة، لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام. لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام أيضا. يبقى لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام، كما لا يجوز زيادة رأس مالها عن هذا الطريق. خمسة، لا يجوز تقسيم رأس مالها إلى أسهم قابلة التداول. خمسة، لا يجوز تقسيم رأس مالها إلى أسهم قابلة التداول. أخيرا، لا يجوز لها الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول. لا يجوز لها الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مثل الأسهم والسندات. نيجي للعنصر الثاني من عناصر المحاضرة، وهو تكوين عقد الشركة. وهو تكوين عقد الشركة. واضح جدا أن عقد الشركة يلزم لتكوينه توافر عدة أركان. واضح جدا من أركان أو من الشاشة اللي قدام حضراتكم أن تكوين عقد الشركة، أن عقد الشركة يلزم لتكوينه تكوينا صحيحا توافر عدة أركان. واحد، يلزم أن تتوافر فيه الأركان الموضوعية العامة التي يجب أن تتوافر
في أي عقد من العقود. معنى كلمة أركان موضوعية عامة أن هذه الأركان تتوافر في أي عقد من العقود، سواء كان عقد شركة أو عقد بيع أو عقد إيجار أو أي عقد آخر. إلى جانب الأركان الموضوعية العامة يجب أن يتوافر في العقد الأركان الموضوعية الخاصة، يجب أن يتوافر إلى جانب الأركان الموضوعية العامة أركان موضوعية خاصة. ومعنى كلمة أركان موضوعية خاصة أن هذه الأركان تخص فقط عقد الشركة. معنى كلمة أركان موضوعية خاصة أي أن هذه الأركان خاصة فقط بعقد الشركة. أيضا إلى جانب هذه الأركان الموضوعية العامة والخاصة، ولما كان عقد الشركة من العقود الشكلية، ولما كان عقد الشركة من العقود الشكلية فيجب أن تتوافر فيه الأركان الشكلية التي نص عليها القانون، فيجب أن تتوافر فيه الأركان الشكلية التي نص عليها القانون. يبقى إذن يلزم لتكوين عقد الشركة تكوينا صحيحا توافر الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة والأركان الشكلية المنصوص عليها في القانون. نيجي للأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة، وده آخر عنصر من عناصر المحاضرة. يلزم لكي يكون العقد الشركة عقد صحيح يلزم له أن يتوافر الأركان الموضوعية العامة. هذه الأركان الموضوعية العامة أربعة: الرضا والسبب والمحل والأهلية. الأركان الموضوعية العامة هي الرضا والسبب والمحل والأهلية. نيجي للرضا. الرضا يعني إيه؟ الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين. الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين، ويتم صياغتها في الإيجاب والقبول. ويجب أن يرد الرضا على العناصر الرئيسية للعقد، ويجب أن يأتي الرضا على العناصر الرئيسية للعقد، ويجب أن يكون هذا الرضا حقيقي وليس وهميا أو صوريا، ويجب أن يكون هذا الرضا حقيقيا وليس وهميا أو صوريا. كما يجب أن يكون هذا الرضا صحيح، كما يجب أن يكون هذا الرضا صحيح بمعنى أنه خالي من عيوب الإرادة، بمعنى أنه خاليا من عيوب الإرادة كالغلط والإكراه والتدليس والاستغلال. أما بالنسبة لعيب الاستغلال فالقانون جاء بشأنه بحكم خاص، هذا الحكم يتمثل فيه أنه لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعيب الاستغلال لإبطال العقود التي أبرمها لشؤون تتعلق بتجارته. لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعيب الاستغلال لإبطال العقود التي أبرمها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته. وبناء عليه، ركز جدا في هذه المسألة، وبناء عليه يمكن القول بأنه إذا أبرم التاجر عقد الشركة، إذا أبرم التاجر عقد الشركة وكان هذا العقد متعلق بشؤون تجارته فلا يجوز للتاجر أن يتمسك بعيب الاستغلال لإبطال هذا العقد، فلا يجوز للتاجر أن يتمسك بعيب الاستغلال لإبطال هذا العقد. إذن استثناء هذا العيب، إذن استثناء هذا العيب يشترط شرطين: الأول أن يكون الشخص تاجر، الأول أن يكون الشخص تاجر، اثنين أن يتعلق العقد المبرم بشؤون تجارة هذا التاجر، الثاني أن يتعلق العقد المبرم بشؤون تجارة هذا التاجر. طبعا الحكمة من هذا الحكم واضحة، لأن التاجر عادة ما يكون على علم ودراية بظروف السوق، وبالتالي يصعب معه وقوعه فريسة للاستغلال من الآخرين. نيجي للسبب. السبب يجب أن يتوافر لعقد الشركة سبب موجود حقيقي ومشروع، يجب أن يكون للشركة سبب مشروع وحقيقي ومشروع. فسبب الشركة هو استغلال المشروع بقصد تحقيق الربح، استغلال المشروع
بقصد تحقيق الربح. خلاص كده يا شباب، يبقى سبب الشركة هو استغلال المشروع بقصد تحقيق الربح. لكن خدوا بالكم، هذا القول لا يعني أن سبب عقد الشركة يكون مشروع دائما بحسبان أنه تحقيق ربح. يعني لو كان سبب الشركة هو فعلا تحقيق الربح، لكن هذا القول لا يعني أن سبب الشركة بيكون دائما مشروع. فمن المتصور أن تنشئ الشركة، ولا يكون هدفها تحقيق الربح. فمن المتصور إنشاء شركة، فمن المتصور تكوين شركة ولا يكون هدفها تحقيق الربح، وإنما يكون هدفها هو السيطرة والاحتكار وضرب المشاريع المنافسة. طبعا هذا السبب هو غير مشروع، وفي هذه الحالة تكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا لعدم مشروعية السبب، يبقى إذن لابد أن يكون السبب حقيقي، ولابد أن يكون هذا السبب مشروع. نيجي للمحل، لابد أن يكون طبعا المحل مقصود بإيه؟ هو الغرض. برافو عليك، المحل هو الغرض الذي قامت الشركة من أجل تحقيقه، وهذا المحل يجب أن يتوافر فيه عدة شروط. لابد أن يكون مشروع، ولابد أن يكون ممكنا واقعا وقانونا. لابد أن يكون غرض الشركة مشروع، ولابد أن يكون غرض الشركة ممكن وممكن واقعا وممكن قانونا. فالشركة التي تؤسس للإتجار في المخدرات أو لإدارة منزل للعب القمار، هذه الشركة تكون باطلة لعدم مشروعية محلها. والشركة التي تؤسس لاستخراج غاز طبيعي من تحت الأرض، ثم يكتشف أن هناك شركة أخرى قامت باستخراج هذا الغاز من هذا المكان منذ فترة من الزمن، فهنا يكون محل الشركة الأولى غير ممكن واقعا، يعني مستحيل تحقيقه استحالة مطلقة. دي معنى كلمة إيه؟ ممكن واقعا، ألا يكون الغرض مستحيل تحقيقه استحالة مطلقة، زي المثال اللي أنا قلته لحضراتكم حالا، هو استخراج غاز طبيعي من تحت الأرض، ثم يكتشف أن هناك شركة أخرى استخرجت الغاز من ذات المكان منذ فترة من الزمن، فهنا يكون محل الشركة الأولى غير ممكن واقعا، بمعنى أنه مستحيل تحقيقه استحالة مطلقة. نيجي لمسألة أن يكون المحل ممكن قانونا. يعني إيه ممكن قانونا؟ عرفنا يعني إيه محل مشروع، ويعني إيه ممكن واقعا، بقي أن نعرف يعني إيه أن المحل ممكن قانونا. المحل الغير ممكن قانونا، فيتحقق في حالة ما إذا تم تأسيس شركة لمباشرة نشاط معين محظور عليها مباشرة قانونا. تاني، المحل الغير ممكن قانونا بيتحقق في حالة إذا تم تأسيس شركة لمباشرة نشاط معين محظور عليها مباشرة قانونا. على سبيل المثال عمليات البنوك، وعمليات التأمين وعمليات الادخار، هذه الأعمال دي غرض الشركة. هذه الأعمال القانون قصرها على شكل وحيد من أشكال الشركات، وهو شركة المساهمة. يبقى إذن عمليات البنوك والتأمين والادخار القانون قصره على شركة المساهمة فقط لا غير، دون غيرها من أشكال الشركات التجارية. وبناء عليه إذا تم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة توصية بالأسهم، لمزاولة عمليات البنوك أو التأمين أو الادخار، في هذه الحالة كانت هذه الشركة باطلة بطلانا مطلقا لعدم جواز المحل قانونا، لهذا النوع أو لهذا الشكل من الشركات، حيث أن
هذا النوع هذا العمل محظور مباشرته على هذه الاشكال من اشكال الشركات التجاريه. دي معنى كلمه ايه؟ ان يكون المحل ممكن قانون، يعني ان يكون النشاط مسموح به للقيام شركه من هذه الشركات للقيام بهذا النشاط من الانشطه. نيجي لاخر ركن الاركان المضيئه العامه وهو الاهليه، منعا للتكرار وحرصا منا على الوقت. ما قيل عند الاهليه، بجينا كلمنا عن الاهليه في التاجر الطبيعي، الاهليه في التاجر الطبيعي قلنا 21 سنه غير مصاب بعارض من الاهليه او بمنع منحه، والقاصر البالغ من العمر 18 سنه بعد اشتراط الشرطين اللي هو ان يسمح قانون جنسيته له بالاتجار في هذا السن وان يحصل على اذن من الحكومه المصريه المختصه. هذه الاهليه اللي احنا قلناها بنفس الاحكام اللي احنا ذكرناها لما جينا اتكلمنا عن الشروط الواجب توافرها لاكتساب الشخص الطبيعي لصفه التاجر، هي فيما يتعلق باهليه الشركاء، فمنعا للتكرار وحرصا على توفير الوقت. احنا هنكتفي بما تم شرحه في هذا البند لما جينا اتكلمنا عن الشروط الواجب توافرها لاكتساب الشخص الطبيعي لصفه التاجر، والشرط المتعلق به ان يكون هذا الشخص المحترف اهلا للإتجار أو أن يتوافر له الأهلية التجارية المنصوص عليها في القانون. هي نفس الأحكام اللي درسناها في هذا الشرط هي هنا، وبالتالي مش هنكررها مع بعض تاني. شكرا لكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.